بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الصناعي، أهلا ومرحبا بكم. يونت 4، لقاء النهاردة لقاء جميل، لقاء لذيذ، بيعرض لنا عملية البارتيسيز اللي هي عملية الشراء. لما تروح تشتري حاجة من محل بيسموها بارتيسيز purchases، عملية الشراء. ف listen and repeat. اتنين صحاب بعض رايحين يشتروا كمبيوتر او لابتوب، وفي تلات انواع، في تاش 220 اكس، وفي الاس 350 تي، وفي الكومباك ب 4200 اس. دي التلات أنواع اللي قدام منهم، وده بيزن 1.5 كيلو جرام، وده 1.4، وده 1.3 كيلو جرام، وده سعره 8500، وده 8500، وده 9000. تعالوا نشوف الحوار اللي هيجري ما بين الاتنين. بيقولوا the ass is lighter than the touch. الجرامر النهارده بيقارن ما بين حاجتين، او بيقارن ما بين واحد والجميع. يعني ايه مقارنة بين اتنين؟ لما عايز اقول الجهاز ده اخف من هذا الجهاز، اخف منه، هو خفيف يعني لايت، اخف يبقى لايتر زين، لايتر زين، تمام. فبيقول له اللي هو النوع اللي هو زقاس اللي هو في النص ده اللي وزنه 1.4، بيقول له اخف من الطش اللي هو 1.5، تمام. بيقول له the ass is lighter than the touch but the compact is the lightest of all. هنا بقى مقارنة ما بين واحد والجميع، انا عايز اقول ده اخف واحد فيهم كلهم. لما اجي اقارن ما بين حاجتين اقول الجهاز ده اخف من الجهاز ده. لما اجي اقارن ما بين واحد والجميع هو اخف واحد في الجميع. يعني the ass is lighter than، حطيت كلمة light er، تمام، حطيت كلمة زين. لا، لما اقارن ما بين اتنين، لما اقارن ما بين حاجتين شيئين، the ass is lighter than the touch، ادي حاجتين اهم، واحد اخف من واحد. طب واللي اخف منهم كلهم؟ The compact is the لازم كده is the lightest، حطيت لها est lightest of all، اخف واحد فيهم كلهم. في فرق لما اجي اقول ما بين ده اخف من ده، ولا ده اخف واحد في الجميع. مقارنة ما بين اتنين هنحط اللايت er، مقارنة ما بين الجميع هنحط the lightest est. وضحت؟ تمام، هو ده موضوع الدرس ده. Practice this dialogue. صلاح، which computer should we buy؟ أي واحد من أي كمبيوتر ممكن نشتريه؟ buy يعني اشتري. هاني قال له I don't know، they are all good، كلهم كويسين. The ace، صلاح قال له the ace is lighter than the touch، مقارنة بين اتنين. قال له الاس اخف من التاش. فرد هاني قال له the comeback is the lightest of all، هو اخفهم جميعا. صلاح قال له but the comeback is the most expensive، يعني اكتر واحد برضو، ها ماله، غالي. the touch is cheaper، the touch is cheaper يعني ارخص. كده مقارنة بين اتنين ولا ايه؟ طالما لقيت اي ار يبقى مقارنة بين اتنين، اللي هو التاش والكومباك. فرد هاني قال له the ass is as، خد بالك بقى، is as cheap as the touch، as cheap as يعني رخيص مثل ده. مقارنة برضو بين اتنين اهو، ها
the as ماله is يكون as cheap as as cheap as the touch يبقى رخيص زيه تمام. ممكن نقول اي صفة زيه big زيه beautiful زيه كده بس هي تبقى ما بين as وas والصفة في النص. The touch is the is thinner than the as. Thin يعني رفيع السمك بتاع رفيع. طب دي مقارنة بين اتنين؟ ايوه. ليه يا مستر؟ انا عشان لقيت الصفة محطوط لها اي ار ومعاها زان. اي ار ومعاها ايه؟ زان. دي مقارنة بين اتنين. The touch is thinner than the s. طيب احنا فين؟ في كتير ساعات الناس ايه؟ الناس بتتعب مني او يعني مش بتتعب بتبعد عني. متعرفش انا بشرح في ايه؟ خلاص يبقى إيه انا قلنا the touch is thinner than the ايه؟ the ass. دي مقارنة بين الاتنين؟ ايوه مقارنة بين الاتنين. مقارنة بين الاتنين؟ ايوه مقارنة بين الاتنين. طيب عايزين ايه بقى؟ عاوزين نشوفه الجملة اللي بعد كده. هاني قال له ايه؟ هاني قال له yes but the ass is lighter than the touch. يعني اللايتر ايه؟ ها اخف thinner lighter اخف من التاش. اخف من التاش. بأخف من التاش. صلاح قال له you're right عندك حق والله. Let's buy the ass it's less expensive than the compact. الله ما هي مقارنة بين اتنين يا مستر اهي. يعني قال له خلينا نشتري الاس ده ها اقل اكسبنسيف يعني اقل ايه فلوس يعني زين ذا كومباك ارخص يعني ما حطيتلهاش ليه اي ار هنا. اكسبنسيف دي صفة طويلة يعني ايه طويلة حروفها كتيرة ما ينفعش احط لها اي ار. اكسبنسيف اي ار كده ما تنفعش. فيقول لها ايه حطها less expensive او more expensive. less expensive يعني اقل في السعر. more expensive يعني اغلى. يبقى you're right let's buy the ace it's less expensive than the comeback. برضو اول ما تشوف زان دي تعرف ان هي ها مقارنة بين اتنين. يبقى لو الصفة صغيرة زي كلمة light نحط لها ER lighter than. طب لو كلمة طويلة يحط لها less than أقل من أو more than أكتر من the compact and it's lighter than the touch وكمان هو أخف من ال touch. قال له I agree let's buy it أنا موافق أنا معاك في الحوار دوت خلينا نيجي نشتري. فجه في الاكسرسايز 3 بقى عايز مننا ايه؟ عايز يركز على حتة انت عايز تقارن بين اتنين. ايوه اسأل حاجة الصفة دي صغيرة يعني كان حروفها صغيرة ولا ايه ولا حروفها كبيرة. مقارنة بين اتنين خلينا نتفق ان لابد ان هو يكون فيه زان. لابد ان يكون فيه زان طالما بين اتنين مقارنة بين شيئين يبقى هنا في زان وفي زان. يبقى لو الصفة صغيرة زي لايت هحط لها اي ار ها يبقى ايه؟ lighter lighter thinner heavy يعني ثقيل تمام؟ اقل في الوزن تبقى ايه؟ heavier heavier زين برضه. دي بقى دي مقارنة بين اتنين وصفة صغيرة. طب دي مقارنة بين اتنين وصفة طويلة شوية expensive expensive تمام؟ يبقى هقول ايه؟ more expensive than عشان مقارنة بين الاتنين. more expensive than عشان مقارنة بين الاتنين يعني
اغلى، more expensive يعني اغلى، less expensive ارخص اقل في السعر، less expensive زين. بس دول كلهم مالهم؟ دول كلهم مقارنة بين اتنين. طيب بقى ما فيش بقى ايه ده سعره ده زي ده او ده خفيف زي ده، يبقى the compact is as light as is، في نفس الايه الوزن يعني، تمام، في نفس الخفية بتاع لايت خفيف. طب لو انا عايز بقى اقول ايه ده احسنهم كلهم، ده ارخصهم كلهم، ده اغلى وحاجة فيهم كلهم، ها لازم يبقى فيها ذا، لازم يبقى فيها ذا، ذا والاي اس تي، والاي اس تي في الصفة الصغيرة. اما المور والليست مالها؟ برضو ما زالت معانا في الصفة اللي حروفها كتيرة، the most expensive، the least expensive. يلا نشوف الهوم وورك طالب مننا ايه. ادي جملة: the ass is lighter than the compact، the ass is lighter than the compact، the tush is thinner than the tush، than the ass مثلا، the ass، the compact the heavier أتقل than، heavier than is heavier than. خد بالك المقارنة بين اتنين مفيهاش ذا، مفيهاش ذا. The S is more expensive عشان صفة طويلة than the compact، the touch is less expensive than than the S، the compact is is as expensive the touch مثلا، يعني في نفس سعر الايه the touch مثلا، بعيد عن الحوار اللي فوق يعني. خلاص ممكن اقارن بقى كل حاجة انا بشتريها، بشتري شنطة، بشتري بنطلون، بشتري حاجات خاصة بيا، بشوف ده ارخص ولا ده اغلى ولا ده ارخصهم كلهم. الكلام ده بيبقى في المحلات اللي الناس بيشتري، لا والله ده رخيص، لا ده غالي، لا ده هو ده الكلام الحوار اللي بيحصل في المحلات. طيب اخر حاجة مقارنة بين الجميع بقى، the ass is lightest، ذا لازم ذا، lightest of all، of all، the touch is the most expensive، most expensive، the most expensive of the three من التلاتة، the comeback is the least expensive of all، of all. كده دي مقارنة ما بين الايه، ها ما بين الشيئين، شيئين في الجدول الاولاني والجدول التاني، والجدول التالت مقارنة بين واحد وايه الجميع of all. قلنا المقارنة بين واحد والجميع يبقى فيها ذا، والمقارنة ما بين اتنين لابد ان يبقى فيها ذان، نحط للصفة اي ار لو كانت صغيرة، ها، ونحط لها مور او ليس لو كانت الصفة زي اكسبنسيف حروفها ايه كتيرة. والدرس الثاني أبنائي في صفحة 22 من يونت 2 بيقول في الاكسرسايز 4: make comparisons between pairs of computers. comparisons يعني بيقارن بين حاجتين، بين اتنين. خلاص make comparisons between pairs، ما بين زوج of computers، زوج يعني اتنين، تمام، pairs of computers. يبقى انا المقارنة هنا ايه؟ بين اتنين. الراجل حدد لي في السؤال، عشان كده بقول اقرأ السؤال كويس. using data، استخدم الداتا البيانات from this chart، في الجدول اللي جاي ده. use the comparative adjective، صفة المقارنة هنا حط لها ER، حط لها ايه ER. واحد يقول لي انت مش قلت لنا اي ار، او اذا كانت الصفه تكون كبيره احط لها مور اور ليس. ايوه يا ابني سيبنا اكمل كلامي، اور يتحط لها اي ار، اور يوز مور ذان اور ليس ذان ويز ذا ادجكتيف مع الصفه.
تمام مع ايه الصفر. يبقى انت هتقارن ما بين ايه، ما بين حاجتين، ما بين جهازين من الكمبيوتر، اللي على ايدك الشمال دي كده اللينث الطول يعني، فبقول لونج او لونجر، لونج او لونجر. الويدث، الويدث العرض، يبقى وايد، وايد حط لها ايه، وايدر، وايدر خلاص. ثيكنس بنقول عليه ايه، السمك يعني، بنقول عليه ثن، ثن مرت علينا في الصفحة اللي فاتت خلاص. والويت الوزن بنقول عليه ايه، هيفي، هيفي. والميموري الذاكرة يعني، والهارد ديسك، والبرايس. دي الحاجات اللي احنا هنقارن عليها. البرايس يعني الثمن يعني السعر بتاعه. هنقارن ازاي؟ دايما الكتاب جميل ولذيذ، ما بيسيبنيش افكر، بيديني مثال، بيقول لي امشي على المثال ده. وده اللي انا بعمله معاك، ان انا بشرح بس الاكسرسايز وبسيبك انت ايه تعيش حياتك بعد ما تكون ان شاء الله تكون فهمت الدرس او الجزء اللي انا عايز اقوله او الكتاب عايز يقوله يعني. عايز يقارن ما بين جهاز اسمه ها كومباك، اهو ادي الكومباك اخر واحد اهو، في الهيفي يعني في الويت، يعني في الويت، ما بينه وما بين التاتش اهو. الكومباك بالبلدي كده اتقل ايه من التاتش، تمام. لا هناخد نمبر ايه، هناخد نمبر ايه، الكومباك والاس، الكومباك والاس، اول واحد وثالث واحد. في الاكسبنسيف، اكسبنسيف يعني السعر غالي، ها مين اغلى؟ تعال نشوف، ادي البرايس اهو، ادي الاس بكام، ب 8500 والكومباك ب 9000. مين اغلى؟ مين اغلى؟ الكومباك. فهم قال له يبقى the compact is more expensive than the S. سهلة هي، الكومباك أغلى من الاس، الكومباك أغلى من ماركة الاس. في كل التمارين اللي جاي بعد كده هتمشي بنفس النظام. هو في بي عايز يقارن ما بين الاس والتش، صح؟ بين الاس والتوش، فين الاس؟ في الهيفي، في الهيفي في الويت والتوش. مين الهيفي اكتر؟ مين الاتقل؟ التوش، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ مين اللي اتقل؟ التوش. يبقى هنبتدي بالتوش، هقول ها the touch is heavier، is heavier than ها ذا اس. شو عايزه بالهيفي؟ بالاتقل يعني. مين التقيل؟ التاش 1.5 كيلو، يبقى ابتدي بالتقيل. ذا تاش از هيفير، اشيل الواي واحط الاي اي ار زي الصفحه اللي فاتت بالظبط، و نقول له ايه، ذا تاش از هيفير ذان ذا اس. طيب تعال ناخد في الهارد ديسك، الهارد ديسك اللي هي اللي قبل الاخيرة دي اهي، تمام. وعاوز سمول، مقارنة ما بين هارد ديسك بتاع الاس والهارد ديسك بتاع كومباك. اس الهارد ديسك 250 والكومباك 400 جيجا بايت. أني أصغر الاس، الصفة هي سمول، تمام. يبقى هقول the hard disk of S is smaller than the hard disk of compact. أصغر 250 وده 400، تمام. يبقى ابتدي بمين؟ بالأصغر the S، وفي النمبر بي ابتدي بالأتقل،
ها، وفي نمبر ايه ابتدي بالاغلى. طب هنا ابتدي نمبر دي ابتدي بالشورت. في الطول بقى، ها، حاجة خاصة بالطول اللي هي اللينث، اللي هي اللينث اول واحدة، التاش والاس، ادي التاش والاس. هو عايز ايه الشورت؟ مين اللي اقصر فيهم؟ التاش. ابتدي بمين؟ بالتاش. يبقى the touch is shorter than the s. اقصر منه. the touch is shorter than the s. طب الوايد اللي هي الويدث، العرض يعني، touch والكمباك، فين التاش في الويدث؟ اهو 18 والكمباك. مين اللي اعرض فيهم؟ الكمباك. الكمباك، يبقى ابتدي بالكمباك. The compact is wider than the touch. The compact is wider than the touch. احسب لك التانيين هوم ورك، وخلي بالك وركز عشان الجرامر عايز تركيز. انا بفهمك عشان تبقى سهلة العملية، سهلة معاك، وتطبق على 100 مثال، وتطبق على 100 مثال. الاكسرسايز 5 بيقول لي make sentences about the above chart. اعمل جمل على الجدول اللي فوق. حاضر، ارجع له تاني. ايه الجدول ده؟ use a superlative. superlative adjective. في فرق بين هنا الكومبريشنز او الكومبريتيف، مقارنه بين اتنين. هنا سوبرليتيف اللي هي المقارنه بين الجميع. ها، ادجكتيف حط لها بقى الاي اس تي، ايوه، او استخدم موست اور ليست ويز ذا ادجكتيف. يعني هيقارن هنا واحد بالجميع بقى. مين هو الايه الاطول؟ مين هو الاغلى؟ مين هو؟ مش مقارنة بين اتنين هنا خالص، مش مقارنة بين اتنين. الاكزامبل اعطوهولي. The S اللي هو عايز يقارن ما بين الايه نمبر ايه اللونج. Is the longest of the three. هو اطول واحد في التلاتة. لا فيها زان ولا فيها اي ار، فيها اي اس تي وفيها ذا وفيها ذا. تمام. طيب في السن، في السن اللي هو السمك، فين ثيكنس؟ ثيكنس ده 1.5 وده 1.3 وده 1.5. يبقى ايه؟ ها، ذا طش، ذا طش. شوف المثال اهو. از ذا ثينست، حط له اي اس تي، اوف ذا 3، اوف ذا 3. تمام. هو ارفعهم، اقل سمكا فيهم. طب سمول ميموري، سمول ميموري، ادي الميموري ودي واحد ودي اربعة. ده يبقى ده الاس. من قبيله هنا على المثال اهو. The S is the smallest, smallest memory of the three. اوف ذا 3. دايما انت انا شغال او انت شغال تخلي بالك من حاجه مهمه جدا وانت شغال، تخلي بالك من صيغه السؤال، وتركز على مين، وتركز على مين، وتركز على المثال. يعني طول ما انا شغال يبقى ده كده، يبقى ده كده قدام مني، مش هتعب، مش هتعب. اخر حاجة انا هحلها اللي هي الاكسبنسيف، دي صفة طويلة اوي. تعال نشوف السعر، مين اغلاهم؟ 9000 اللي هو الكومباك، مش كده؟ يبقى هرجع للمثال اهو. ذا كومباك از ذا، ها، most expensive, most expensive of the three.
most expensive of the three. سيب لك برضو التلاتة التانيين homework. خلي بالك الصفة لما تبقى صغيرة حط لها est، حط لها ذا وبعد كده في الآخر est، وإذا كانت heavy يعني تشيل ال y وتحط i e r أو i e s s t، ولو كانت كبيرة قول له most expensive أو less expensive، يعني أكتر سعرا أو أقل سعرا. تمام، يعني expensive دي ممكن ناخدها more expensive، most expensive lower compact. خلاص، وطبعا الاتنين دول بسعر واحد، ما ينفعش نقول واحد فيهم اقل سعر. exercise 6 بيقول ايه في exercise 6؟ rewrite these sentences to give the same meaning. Use the words in practice. قاعد كتابة هذه الجمل علشان تعطي نفس المعنى واستخدم الكلمات اللي ما بين الأقواس. طبعا قلنا length اهو ده يعني الطول long، وراجع عشان مثال وانا بحل اخليه قدام مني، ولازم افهم انا بعمل كده ليه. المسألة الأولانية، السؤال الأولاني، the touch is as long as، ده في نفس طول ده the compact، التاش نفس طول الايه compact. فقام حاطط لي كلمة length وهو عايز يستخدمها، بس انا ايه استخدم نفس المعنى. هقول ايه بقى؟ the touch has the same length، له نفس الطول، له نفس ايه الطول، as the compact، as the compact. يبقى the touch has the same length، له نفس الطول، as the compact. عايز يقول لي يا اما تقولها as long as او تقول له the same length as. طيب دينا مثال كمان، حل لنا انت مثال يا مستر. طيب the as، خد بالك، has the same width as a touch. عايز الوايد، عايز استخدم ايه الوايد. هقول the as is as wide as the touch. يبقى الوايد as wide as. لو لقيت فيها has يبقى has the same width. طب التالتة يا مستر بالمرة، معلش عشان خاطرنا، the as is as thin as، في نفس السمك the compact، بس هو مش عايز بقى استخدم ايه thin، عايز تستخدم له thickness. ها عايز تستخدمه thickness. هتقولي بقى the as has the same thickness as the compact، as the compact. هما جملتين زي المثال ده بالظبط، يا اما the touch has the same length او as long as، والباقي طبعا homework. اخر exercise معانا في الصفحة دي، صفحة 22 في اليونت 4 في الصف الثاني. answer these questions، اجب عن هذه الاسئلة. وخلي بالك من الاكزامبل، how long is a ladder، how long is a ladder، هو طول السلم قد ايه؟ ده اكبر من علامة اكبر من 1.5 متر. يقولوا ايه؟ it's usually more than 1.5 meter long، هو في العادة بيكون اطول من 1.5 متر. خد المثال ده نموذج، بعدين نقولوا ايه؟ what is the width of door، عرض الباب قد ايه؟ بيقول له ايه هنا؟ اقل من، اقل من، يبقى اقول له ايه؟ ها it's usually less than 2 meter wide، 2 meter
وايت. نمبر سي، هاو وايد از ا ووتر بايب؟ الوايد تمام، العرض بتاع انبوبه الميه. اكبر من، خلاص اكبر من يعني مور ذان، مور ذان، اقل من ليس ذان، ليس ذان. تمام طيب، هتقول له ايه بقى؟ اهي تقول له اتس يوجوالي مور ذان 13 مليمترز وايد. تمام. نمبر دي، هاو ثيك، هاو ثيك از ا شيت اوف بيبر؟ سمك ورقه الايه، الورقه، سمك الورقه دي اقل من 1 مليمتر. اقول له ايه بقى؟ اتس يوجوالي ليس ذان، ليس ذان، اقل من 1 مليمتر ثيك. هسيب لك الاثنين التانيين ايه، واجب. ودلوقتي معادنا مع الدرس الثالث اللي موجود في صفحة 23 من يونت 4 exercise 8. بيقول لي read this passage quickly and answer these questions. What do the letters L, P, G stand for؟ اختصار لإيه دي؟ طب اللي في النص لانها ايه؟ بتروليوم. ركز وانت بتقرا علشان تعرف دي بتعني ايه، يعني ايه ال بي جي. ال ده اختصار لكلمه ليكويد، والجي اختصار لكلمه جاز. لما تقراها هتفهم ده. which is the cleanest fuel؟ اي من هذه الوقود انضف، كلينست، كلينست، حط لها اي اس تي، ذا كلينست، كلين يعني نظيف، ذا كلينست، ايهم انضف، البترول اللي هو البنزين يعني، ولا الديزل السولار، ولا الغاز البي جي؟ هتقرا وتعرف انهي انضف. فعنوان المقالة which fuel is best، best good better best، من هو الافضل؟ which fuel is best. وبادئ بسؤال، which is the best fuel for a car، for a car، بالنسبة للسيارة أنهي أفضل وقود لها؟ It is petrol or diesel، البنزين ولا السولار؟ Petrol is the most common fuel، البنزين زي الوقود نقوله عليه مثلا إيه، أكتر حاجة مشتركة معظم العربيات كده يا مستر، معظم العربيات كده يا مستر. تمام، احنا هنا في الجزء ايه دي. تمام، يبقى البترول is the most common fuel، it makes a car go faster than diesel، fast faster زين ديزل، ده بيخلي العربية تجري أسرع من الديزل. تمام. It is also much quieter، quieter، quiet هادي، أكثر هدوءا. It is also much quieter، أكثر هدوءا من الديزل طبعا. ديزل يوجوالي
costs less than petrol. البنزين دايما الديزل دايما ارخص من البنزين، الديزل او السولار يعني اسم واحد. الديزل يوجوالي كوستس التكلفه بتاعته اقل لس 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 زان لس زان اقل من البترول، ويقصد البترول اللي هو البنزين. يو كان travel for more kilometers per liter. انت ممكن تسافر لاكتر من كيلومترات بلتر واحد، بلتر ايه؟ واحد. Because diesel has about 10% more energy per liter than petrol. يعني اللتر الواحد في زيادة 10% طاقة عن البنزين. ركز شوية. يبقى هنا قلنا البنزين بيخلي العربية أسرع ويخليها أهدى، أهدى في الصوت يعني quieter. والديزل بيبقى أقل في التكلفة، وممكن كمان تسافر بيه ايه؟ ها، مسافة أطول، مسافة أطول. ليه أنا بركز على الكلام ده؟ عشان الكلام ده عليه أسئلة تحت في الصفحة دي من تحت، فأنا بقول لك ركز عليها. Diesel engines are noisier. Noise يعني دوشة، أكثر دوشة. مش التاني كان quiet quieter، ده أكثر دوشة، صوته عالي. Diesel engines are noisier and heavier، وأتقل كمان than petrol ones، من الايه؟ البنزين. But they last longer. يعني ايه؟ اطول. They last longer. The exhaust العادم، غازات العادم اللي بتطلع من العربية من ورا كده. The exhaust from diesel oil is better for the environment. افضل للبيئة. الديزل يا مستر افضل من البنزين؟ الديزل افضل من البنزين للبيئة. It is also safer. آمن. آمن. Since diesel is less combustible than petrol. يعني اقل قابلية للاشتعال من البنزين. يبقى هو أأمن. الديزل ايه؟ أأمن. Safer. There is a new kind of fuel. يوجد نوع جديد من الوقود called LPG. LPG اختصار لليكويد بترول جاز. الاختصار لليه؟ لليكويد بترول جاز. هو هنا جاب لك ايه؟ جاب لك بترول وقال لك حط لي هنا كلمة وحط لي هنا كلمة. تجيبها منين؟ تجيبها من القطعة. تجيبها من القطعة. ليكويد بترول جاز. LPG. This makes cars go as fast as petrol. ده بيخليها سريعة زيه زي البترول، زي البنزين. As fast as. But it produces less energy per liter. بس بدي ايه؟ قدرة او طاقة اقل منين؟ من البنزين. This means that، هذا يعني it gives you fewer kilometers per liter than petrol. يعني هو يكون ايه؟ بيديلك مسافات قليلة اقل من ايه؟ من البنزين. يبقى اكترهم كان مين؟ كان الديزل اللي فيه 10% طاقة زيادة، وبعد كده البنزين، واقلهم خالص مين؟ LPG. طب انت بتركز ليه كده يا مستر؟ عشان الاسئلة اللي تحت، عشان الاسئلة اللي تحت. مش تعرف تجاوب الاسئلة الا ما اذا فهمت القطعة كويس جدا. However، على كل، LPG is becoming very popular in some countries. بيقول لك على العموم ان ال LPG ده، الوقود ده، هيبقى ايه؟ ها، شعبي جدا ومتداول جدا في بعض المدن. ليه؟
This is because it is better for the environment. ده أفضل حاجة بالنسبة للبيئة. بيطلع غازات عالمية أقل، بيسموه صديق البيئة. السيارة تعمل بالغاز صديقة البيئة، تمام؟ هو ده ال LPG. بيقول لي of the three types of fuel، كل من الأنواع الثلاثة للوقود، LPG causes the least pollution from its exhaust. الغاز بيسبب أقل نسبة تلوث في العادم بتاعه. It is also the cleanest fuel. هو أنظف، clean نضيف، cleanest على الأفضل على الإطلاق، cleanest fuel. Petrol is dirtier than LPG. يعني إذا كان ده نضيف فالبترول بيدي عادم إيه أكتر منه سوءا يعني. And the diesel is the dirtiest of the three. أقذر حاجة بقى ومضرة جدا للبيئة مين؟ ها الديزل. ها dirtiest of the three. LPG is also the least noisy. أقل دوشة، أكثر هدوءا. تمام؟ And the least expensive. Least expensive أقلهم في السعر. أقل واحد، أقل واحد. Least expensive. LPG engines weigh the same as petrol engines. الوزن بتاع ال LPG زيه زي بتاع البنزين. But they are more durable. ولكنهم أكثر ها durable، متانة، than petrol and diesel ones. أكثر منين؟ من البنزين والديزل. The only major disadvantage of LPG is that it is most ها combustible fuel. والعيب الرئيسي ها والعيب الرئيسي major disadvantage له ان هو اسرعهم قابلية للايه للاشتعال. It may catch fire easily. ممكن يلقط في في النار بسرعة بسهولة. In an accident، في اي ايه في اي حادثة. دي قطعة، وهنجاوب على السؤالين اللي فوق منها، ده وده. يبقى انه انضف، كلينست، اكيد ال LPG، اكيد ال LPG. تسمع طبعا الفيديو كذا مرة عشان تعرف تجاوب. في exercise 9 بيقول لي complete the chart based on، كمل الجدول معتمدا على information from the text، المعلومات من القطع. insert numbers according to the key blue. يعني حط ارقام على حسب الاكورد ده اللي هو حطه. يعني هو رقم واحد most او highest يعني اكتر حاجة، ونمرة اتنين متوسط، ونمرة تلاتة least or lower. يعني شوفوا مثلا ايه، لو مثال زي اللي هو اعطوه لنا كده، الانرجي بير لتر، اكتر واحد فيهم الانرجي كان الديزل، مش كده؟ كان الديزل. فهو دي الموست والهاير، يبقى تحط نمرة واحد دي لمين؟ للديزل. ومين الأوسط؟ البترول. تحط نمرة اتنين ميديم، الوسط البترول. وأقلهم في الإنرجي كان الـ LPG، أقل واحد. تمام؟ طيب. كيلومترز بير لتر. كيلومترز بير لتر. عدد الكيلومترات كان مين اكتر بيديني كيلومترات اكتر؟ كان الديزل برضو، مش كده؟ كان الديزل واحد. ونشوف مين الوسط ومين الاقل، نحط رقم اتنين او ايه او تلاتة. حلل لي مثال تاني، الويت اوف انجن، الوزن
أيهما أثقل؟ أيهما أثقل؟ هنلاقي الديزل أثقل، بس والبنزين والإيه؟ والإل بي جي أقل حاجة، الاتنين زي بعضهم، الاتنين زي بعض. هتشوف النويز، الدوشة، أيهم بقى أكثر دوشة؟ أكيد الديزل برضو هياخد رقم واحد، تمام؟ وأنت تكمل. الإكزوست بوليوشن برضو العادم والتلوث، هلاقي الديزل برضو واحد. في السرعة السبيد هنلاقي البترول واحد، اللي هو سوري واحد، ايوه موس. والبرايس اوف فيول كان اغلاهم البترول، هياخد واحد اللي هو الاكتر حاجة. والكمباستبلتي الال بي جي، القابلية للايه؟ للاشتعال، قلنا الال بي جي، خد بالك. والمتانة بتاعت الانجن، durability of engine. والكلينس، كلينس اللي هو النظافة، ال بي جي هياخد رقم واحد اكتر حاجة، most or high واحد. بعد كده نعمل اتنين او تلاتة. بكده يبقى خلصنا صفحة ايه؟ 22. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف آخر درس في يونت 4، كوميونيكيشن، التواصل بين البشر، كوميونيكيشن. اكسرسايز A بيقول لي practice this dialogue and the phrases below، يعني اتدرب على الحوار اللي جاي ده، تمام، أسفل، وكمان الجمل. منى is an is in her technology class at school. منى في الفصل بتاع التكنولوجيا في المدرسة بتاعتها، فبتسأل المدرسة بتاعتها excuse me miss may I ask a question may I ask a question may I ask a question what do you mean by rotate what do you mean by rotate What do you mean? Excuse me, miss. May I ask a question? What do you mean by rotate? منى بتسأل بأدب، تمام؟ تقول لها excuse me، معذرة يا مدرستي، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ هو أنت كنت بتقصدي إيه بكلمة rotate؟ تمام؟ ونشوف الحوار مع بعض. Teacher, when the blades of the turbine rotate, they drive a generator. بيقول لما ايه الريش بتاعت التربين دي بتدور، they drive a generator، هي بتدور كمان المولد. فمنى قطعتها قالت لها excuse me miss May I ask a question? May I ask a question? ممكن أسأل سؤال؟ تيتشر قالت لها Yes, Mona. Did you say when the blades of the turbine return? قالت لها No. I said when the blades of the turbine rotate. قالت لها Thank you, Miss. May I check something, Miss? قالت لها يس منى. قالت لها what do you mean by rotate؟ قالت لها I mean turn، انا قصدت turn، انها تلف او تدور. لا I see، thank you miss. طبعا بيعلمك ازاي بتسأل سؤال من مدرسك، بتقول excuse me، بتستأذن منه، بتتكلم بأدب، may I ask a question may I ask a question، هل لي ان انا أسأل سؤال وكده. ويقول لاحظ ده على ايه بقى؟ على الكلمتين دول return و rotate.
تمام، والتيرن والروتيت. بيقول ايه؟ نوت، لاحظ، طلعها فوق شوية كده. Notice that the teacher stresses the word rotate. ركزت على كلمة rotate because it is the only word which is different. لأنها الكلمة الوحيدة المختلفة. She wants to emphasize the important word. أرادت إن هي تؤكد وتؤكد الكلمة المهمة. Checking your understanding. اعمل تشيك اب على اللي انت فهمته، تمام، على فهمك، لان معظم الناس بتاخد الانجليزي كلمات، انما هو موضوع لازم افهمه، مش تيجي في الامتحان ايه مع بي وبي مع سي والكلام ده كله. لا 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 لا، موضوع اكبر من كده، انك انت تفهم، وعشان تفهم عايز وقت، وتقعد وتقرا وتذاكر وتترجم وتنزل الجوجل ترانزليشن من الجوجل بلاي. اي كلمه صعبه معاك تقوم بحث عليها في البرنامج ده وتجيب لك الترجمه بتاعتها في سهوله، علشان لو في كلمه ما فهمتهاش الدنيا كلها هتبوظ، مش هتفهم حاجه، ها، مش هتفهم انت بتقرا ايه. فانا بركز وبنصح ولادي وبناتي، ما في كلمه تسيبها ما تعرفهاش، لازم تترجمها، تمام. زي ما سيبش، انا ما سيبش جمله الا لما اشرحها لك، ها، وانت برضو ابذل معايا مجهود عشان تبقى فاهم. فاهم، عشان كده الراجل ده بيقول لك تشيكن يور اندرستاندنج، افحص تفكيرك، فهمك انت فهمت ايه، تمام. يبقى اهم حاجه الفهم، ما نقلش من جمله للتانيه الا لما اكون فاهمها جدا او فاهمها كويس جدا، تمام، علشان ابقى انا كانسان مرتاح نفسيا. لان انا لو ما فهمتش هتعب وهتخنق من الانجليزي، فلازم افهمه، واذا فهمته هحبه. هو الانسان كده، ربنا جعله كده. اذا انت استخدمت عقلك وفهمت، بتلاقي نفسك مبسوط جدا. فدي نصيحة كده على الماشي، يعني حاول تفهم، try to understand. فبقول chicken your understand. Excuse me. شوف الكلام. Excuse me. May I ask you a question? ممكن اسألك سؤال؟ كلمة excuse me لما تيجي في مقدمة السؤال بتبقى حلوة، من أدب يعني. أو تقول له excuse me. May I ask you a question? أو may I interrupt you for a moment? ممكن أقطعك لمدة دقيقة. May I interrupt you for a moment? Can I check what you said? اللي انت قلت عليه، ها، ممكن ان انا اتأكد من كلامك يعني. Can I check what you said? Did I hear you correctly? هل انا سمعتك كويس بشكل صحيح؟ Did I hear you correctly? Did I understand you correctly? انا فهمتك كده. Did you say return? What do you mean by rotate? Do you mean turn? وتحت خالص اخر حاجة replying، ان انا الرد بتاعي No, I didn't say return. I said rotate. I don't mean twist. I mean turn. وهكذا. واحد بيتكلم فانت مفهمتش، ممكن تقطعه، ممكن تقوله، ممكن تعد تاني الكلام، بس لازم يكون بأدب. Excuse me. May I ask? May I interrupt? May I check? Did I hear you correctly? وهكذا. وبكده نكون احنا خلصنا يونت 4. تمنياتي بالنجاح والتفوق، وعينك على كلية الهندسة، والسلام عليكم.